بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحت رعاية سيدنا المحبوب نيافة الحبر الجليل أنبا يؤنس أسقف أسيوط وتوابعها، أهلا بكم في جولة عن دير العذراء والأمير تدرس المشرقي بدير ريفا جبل أسيوط. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بكم في رحاب دير الامير تودروس المشرقي بدير ريفا بجبل اسيوط الغربي. كتير مننا ما يعرفش مكان الدير ولا موقع الدير. في الاول اكلمكم عن موقع الدير. موقع دير الامير هو يعني بيقع اعلى قريه دير ريفا. دير ريفا بتبعد عن مدينه اسيوط 10 كيلو جنوب غرب مدينه اسيوط، وهو بعد دير العذراء درونكا ب 2 كيلو. قرية دير ريفا قرية كلها أقباط أرثوذكس. عدد سكان القرية تقارب 8000 نسمة. البلد فيها كنيستين، المذبح الأساسي باسم منى العذراء والمذبح اللي على اليمين باسم الأمير تودروس. فالاسم الدارج بنقول كنيسة الأمير تمييزا ليها عشان يعني أقرب مكان من البلد دير العذراء، فهي أساسا المفروض باسم كنيسة العذراء والأمير تودروس المشرقي. في كنيسة تانية في نفس القرية باسم مريمين العجايبي، لسه تحت الانشاء، مريمين والبابا كرولس. الكنيسة الامير برضو دي هي اتبنت سنه 48 والدشان سنه 51 في يوم حد توما بيد صاحب النيافه نيافه الحبر الجليل مثلث الرحمات الانبا ميخائيل مطران اسيوط المتنيح. بخصوص الدير، ممكن في اللي عايز يجي الدير هنا بيطلع من خلال سلم مباشر من القرية ويطلع كده الهضبة اللي هي الغربية تقريبا 360 درجة بنطلعهم لحد ما نبقى في رحاب الدير اللي احنا فيه حاليا. احنا حاليا في كنيسة من كنائس الدير دي باسم الكنيسة اللي احنا فيها دي باسم كنيسة أمنا العذراء مريم. الكنيسة دي هي بترجع هي وتاريخ الدير كله للقرن الرابع الميلادي. وفي الآن في الدير في يعني بقايا السور اللي كان بيحد الدير على ارتفاع 1.5 متر، وبرده في مجموعة من المغاير الفرعونية، وفي معظم المغاير دي كانت بتستخدم لتخزين الغلال أيام يوسف الصديق. وفي أماكن كتيرة لسه محتفظة بالطبع اللي هو الفرعوني بالنقوشات الفرعونية ويعني ذات الطبع الأثري الجميل. وكتير خالص بيجوا كده ناس كده طالبين زيارة المكان، سواء رحلات داخلية أو خارجية أو وفود أجنبية بتيجي بتطلب زيارة المكان. الدير يرجع للقرن الرابع الميلادي. الدير كان أساساً دير رهبان، وفي ذكر في أحد المخطوطات الخاصة بدير الأنبا شنودة بصهاج إن المكان هنا كان دير عامر بالرهبان، بالحركة الرهبانية وخاصة الرهبان. ويقال كده في المخطوط ان الانبا شنودة رئيس المتوحدين جه هو ومجموعه من الرهبان في المكان ده. وكان برضو في مذابح تانية بس المذابح دي هي يعني مش موجوده الان. هو الموجود حاليا للان كنيستين فقط، كنيسه العذراء وكنيسه الامير تودروس المشرقي. فكان زياره للقديسنا العظيم الانبا شنودة رئيس المتوحدين جه من جبل نفس الجبل ده ممتد الى سوهاج وقصد المكان وراحوا بعد المكان ده في مغارة أو مكان للقديس يوحنا الأسيوطي، هو ليه مغارة بجوار دير العذراء درونكا. فراحوا وجابوا القديس يوحنا الأسيوطي وجه قصد المكان هنا وقعد في المكان ويقول إنه ختم حياته في هذا المكان. الكلام ده يرجع للمرجع اللي أنا ذكرته الآن اللي هو مرجع بيخص إن القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين ذكر هذا الكلام في مخطوطة من مخطوطاته. الدير ذكره كتير خالص من المؤرخين المشهورين زي المقريز المؤرخ المعروف. ذكر ايضا تاريخ اللي هو يعني كتاب اسمه الخطط التوفيقيه. ذكروا ايضا ابو المكارم، كلهم دول ناس مؤرخين ذكروا ان الدير ده هو كان دير عامل بالحركه الرهبانيه. كتير برضو من المؤرخين دول ذكروا بعد كده يعني ذكروا الانبا شنودة انه كان دير رهبان، وذكروا الاخرون ان هو كان دير في دير عذارى او رهبات. كان في رهبات عايشين في المكان ده هو على نظام الشركه،
ذكر اسم واحدة راهبة كانت عايشة هنا في كتاب بستان قديسات تائبات اسمها القديسة رعوس التائبة، ذكرت ان هي كانت عايشة في دير الريف الفوقاني اللي هو الدير اللي احنا بصدده الان، وذكر في الجزء الثالث من كتاب قديسات تائبات زي مذكور هذا المكان. الدير كان ليه اكتر من اسم، كان دير الريف الفوقاني، دير مقروفة، يعني ليه اسامي كتيرة. بالنسبة للكنائس الموجودة احنا في كنيسة العذراء الأثرية، الكنيسة بتقسم لنظام الثلاث خوارز زي نظام كتير من الكنائس. الخرس الأول بيبقى منخفض، خرس التائبين، وبعد كده طبعا الخرس اللي في النص خرس الموعوظين، والخرس الثالث اللي هو خرس المؤمنين. حجاب الهيكل الكنيسة نفسها بالكامل، الوصف دقيق للكنيسة، في ممر كده عن يمين الكنيسة بندخل كده بترجة صغيرة يدخلنا للكنيسة للخرس اللي في النص والخرس الأول والخرس الثالث، نطلع قدام هنلقى الثلاث خوارز بنفس الشكل. الكنيسة بالكامل محفورة داخل الجبل، مرت بكثير طبعا من التجديدات عبر التاريخ. الحجاب الهيكل نفسه يعني يرجع للقرن 17، في صور موجودة لأعلى ال 12 تلميذ كلهم معمولين بشكل خطوط كده عريضة. الفنان اللي رسم الصور دي هي كان اسمه كده فنان الخطوط العريضة أو فنان الخطوط الواضحة. في النص مش موضوع صورة السيد المسيح في وسط التلاميذ ال 12 6 و6، لا، صورة للعذراء وشايلة الطفل يسوع، نسبة إن الكنيسة باسم أمانة العذراء. على البيبان بتاعت حجاب الهيكل مكتوب كلمات بالقبط: أم أنا بكثرة رحمتك وأدخل بيتك أسجد أمام هيكل قدسك بمخافتك. الكنيسة فيها معمودية أثرية، كتير خالص كان بيقصد إن يجي هنا عشان يعمد أولادهم. المكان نفسه ليه طابع خاص روحاني جميل، كل اللي بيجي المكان في الكنيسة العذراء بالتحديد بيلتمس البركة في جو روحاني جميل، مكان كده مليء بعبق التاريخ، مليء بالصلوات التي تقدست عبر الأجيال الكثيرة. مرة كان في وفد بيزور من زمان خالص وكان صور صور، وبعد كده بعد ما مشيوا طلعوا الصور بتاعتهم لقوا الزهور لأمانة العذراء في المعمودية. كتير خالص بيحكونا برضو أجدادنا إن كان ممكن يجوا كده يلقوا، يعني المكان مرتبط بالأباء السواح، بيسيبوا الأباء السواح لما بيصلوا في المكان بيسيبوا أثر لصلواتهم في المكان. أيضا المكان أمنا إريني ذكرت إن الأباء السواح في أحد الكتب بتاعتها كان بيجتمعوا في جبل أسيوط الغربي، كانت بتشيد وبتشير لهذا المكان. قدسنا العظيم المتنيح مثلث الرحمة نافع الأنبا ميخائيل كان بيحب المكان جدا، كان دايما متعود ان هو يجي يزور القرية في احد تومه، وبعد ما يصلي القداس كان يطلع هنا يجي ياخد يعني بركة المكان ويزور المكان، ويعني بينبه على الناس كلها تيجي تاخد بركة المكان. وبعد ما كبر في السنة يعني كان صعب انه يجي، كان بيسأل على المكان، كان دايما كده بيقول عبارة مشهورة: المكان ده مليان بالقدسين، المكان ده المكان كله بركة، مكان كله قدسين. دي كنيسة العذراء اللي احنا اتكلمنا عليها. الكنيسة الثانية بتبعد عن الكنيسة اللي احنا فيها دي هي قرابة 100 متر، هي بتحمل اسم شفيع المنطقة او الاسم الموجود الان المشهور بالدير كله باسم الامير تودروس المشرقي او الامير تادروس المشرقي، هو تودروس او تودروس المشرقي. كتير ما يعرفش مين الامير تودروس، معنى اسمه عطية الله. قديس تودروس قديس عظيم، قديس شفيع قوي، كل اللي تعامل معاه واللي طلب شفاحته سريع النتها، وكتير خالص بيعلن عن نفسه في هذا المكان المبارك. كنيسة الامير واخدة جزء من مغارة كبيرة نظام ثلاث خوارس. المذبح بتاع كنيسة الامير معمول هو سرداب ومسقوف بخشب ويعلوه المذبح. زمان قبل التجديد لهذه الكنيسة كان المذبح يوجد فيه طاقة صغيرة مفتوحة، كان بيحصل هجوم على الكنائس في القرون الأولى والكل يعرف ده، كان ممكن يحصل هجوم من البربر أو غيره، كان ممكن يعني لو حصل أثناء القداس أبونا ياخد الذبيحة وبيطلع من الطاقة دي الصغيرة الموجودة داخل المذبح ويخرج من السرداب بره الكنيسة تماما. المكان مليء بالبركات. المكان لو بصينا برضو من بره الشكل العام في بقايا السور الذي كان يحد الدير في القديم. الدير حاليا دير أثري غير عامر بالحركة الرهبانية، هو الدير كان دير عامر بالرهبنة لحد القرن ال15، والكثير يعرف ان كتير خالص من الأديورة اللي كانت موجودة على امتداد هذا الجبل جبل أسيوط الغربي اندثرت فيها الحياة الرهبانية بداية من القرن ال15. هو دير غير عامر بالرهبان، ولكن موجودة الكنائس دايما باستمرار،
ودايما في الزيارات باستمرار، والزياره بتاعها دايما باستمرار، والصلوات تقام فيه باستمرار من خلال اباء الكنيسه، كنيسه الامير اللي هي موجوده في القريه نفسها، واحنا موجودين باستمرار بنرحب بكل ضيوفنا في كل وقت وفي كل اوان. في معجزات مرتبطه بالمكان كتيره خالص، من ضمن المعجزات الشهيره في المكان الكثير مننا يعلم ويعرف السيول الشهيرة اللي حصلت في أسيوط سنة 94. أثناء السيول والمكان نفسه يعني تحت الدير على طول في منحدر، المية لو اتجمعت ممكن تنزل تاخد كل اللي في وشها، يعني الأخضر واليابس ما تخليش حاجة. كان ساكن تحت الدير على طول راجل بيته من الطوب الأخضر الطوب اللبن، وكان يعني مضطرب وخايف، وكان متوقع أن بيته يقع من أجل شوية مية ينزلوا من الجبل، يعني هو عشان الدير في الجبل. فرأى على مرأة عينه اتنين كده راكبين خيول ونازلين من الدير الأثري، ويعني ألقوا عليه السلام الأول، وبعدين كلموه. واحد منهم كلمه وقال له انت خايف ليه؟ قال لي انا بيتها هيقع بعد شويه عشان المايه والسيول. فكان الامير هو اللي بيخاطبه، وكان معاه ماري جورج سليماني، عشان هما الاثنين مرتبطين ببعض ودايما بيظهروا مع بعض عشان ارتباطهم. الكنيسه اللي في البلد نفسها في مذبحين باسم الامير ومذبح باسم امير الشهداء ماري جورج سليماني. فقال له ما تخافش ادخل نام واحنا نازلين نحرس البلد. وفعلا بص كده لقيهم نزلوا بخيولهم، الخيول ماشيه، ومنظر عجيب، منظر جميل، وهي ما كانتش محمل على الارض خالص. وشافهم راحوا ناحيه الكنيسه اللي في القريه، وابتدى شافهم بيطوفوا حوالين الكنيسه. تاكدا للمعجزه في نفس اليوم احد السيدات كان بيتها ملاصق للكنيسه، فكانت بتبص من الشباك عندها وبصت لقيت المنظر العجيب ده اللي شافه نفس الراجل اللي هو الامير تودروس اللي هو طمنه. لقي الامير تودرو لقيت اتنين راكبين فرصة راكبين خيول بيلفوا حوالين الكنيسه دي تاكيدا للمعجزه. وفعلا بعد السيول دي هي يمكن القريه ما حصلش فيها اي خسائر خالص، ولا في الارواح ولا في الممتلكات ولا في البيوت. على النقيض يعني في بلاد اخرى مجاوره بالقرب من القريه السيل كان بالنسبه لها جارف، وحصل خسائر كثيره جدا في الارواح والممتلكات القرى المجاوره، ولكن قريتنا قريه دريفه ودير العذراء كان ربنا حرسهم وحفظهم. في معجزات كتيره مرتبطه بالمكان، ناس كتيره بيحكونا كان دايما كده بيشوف الامير وهو طالع الكنيسه بحصانه، كان بيشوف الامير. ناس كتيره بالليل بتسمع صوت خيول هي يعني بتعمل صوت هي وبتلف حوالين البلد بيحرس البلد. كان معجزه حلوه للامير تانية حصلت، كان اثناء يعني بناء الكنيسه الاساسيه اللي في القريه، كان في بير معمول موجود في القريه، يعني كان الموضوع المايه كان صعب بالنسبه للمباني وكده، فالبير كان موجود، وكان البير ده كان محوطينه، والمهم يعني سابوا البير. يعني لزمن قريب تقريبا في الثمانينات حصلت المعجزه دي. هي كان في ولد صغير غاب عن بيته معظم يعني يوم كامل، دور عليه اهله في كل مكان ما لقوهوش خالص، وبعدين راحوا وقال ممكن يكون نزل في البير اللي هو في الكنيسه نفسها. وقد كان راحوا بصوا في البير ندهوا على اسم الولد، فلقوا الولد موجود سليم معافى على الرغم ان البير ده كان فيه ميه وهو عميق جدا. فطلعوه ولقوا كده حست معاه معجزه حلوه. ايه اللي حصل معاك يا ابني؟ الولد كان عنده تقريبا 3 سنين، قال انا ونازل في واحد كده ظابط ومعاه واحده ست، الست اتلجتنا على ايديها والظابط جاب لي اكل اكلته، وسابوا فيه علامه في جبهته علامه الصليب. والولد ده موجود في البلد لحد الان موجود يعني، ودي معجزه عظيمه كانت للامير تودروس وامنا العذراء مريم. الامير بيعمل هنا معانا بقوه، شغال شفاحته قوية، أتمنى يعني كلنا نطلب شفاحته. وبرضو المكان هنا متاح للزيارة لكل أحبائنا في كل مكان. والكنيسة هنا المذبح بتاع الكنيسة في تجويف، وهو شبيه بمذبح العذراء المحرر. في أيقونة أثرية موجودة في الكنيسة ترجع للقرن 18، وهي شبيهة بأيقونة العذراء العزبوية، نفس الشبه بتاعها بالظبط. من ضمن الشهادات القوية عن المكان سيدنا نيافة الحبر الجليل مثلث الرحمات أنبا ميخائيل كان بيشيد من المكان، وكان بيقول إن العائلة المقدسة باركت هذا المكان من ضمن الأماكن اللي باركتها، زي ما باركت دير العذراء درونكا في العودة بتاعتها مرت بهذا المكان وختمت بدير الجنادلة ورجعت عن طريق الميناء في أبو تيش.
مكان يعني كله بركه. المكان هنا مكانه منى العذراء. من ضمن الحاجات الحلوه مرتبطه بالمكان كان اي حد بيجي هنا بيطلب طلبه بخصوص النسل وبيتشفع بالعذراء وبيتشفع بهذا المكان، ربنا بيتمجد معاه وبيديه نسل. المكان ممهد، في طريق اسفلتي، ممكن يعني رحلات تيجي كاوتوبيسات توصل لحد المكان هنا بالتحديد، وفي اي وقت بالتنسيق مع الاباء داخل الكنيسه في القريه نفسها. وكل سنه وانتم طيبين.